ايه المشكلة يعني؟ أنا موضوعي سهل يا مترو، مش محتاج أي دفاع. دكاترة كتير يشهدوا إني كنت في المستشفى بعمل عملية وقت الحادث، وتسجيل الكاميرا وقت خروج إنجي من عندنا في الفيلا يثبت إن أصلا ما شفتهاش، لأني في التوقيت ده كنت في المستشفى. ده مش صحيح يا دكتور، لأن دافع ارتكاب الجريمة موجود وحاضر بقوة. ممكن يبقى التفكير مثلا ليه ما تكونش أنت ومدام رانيا شركة في الجريمة؟ أنت اللي فكرت وهي اللي نفذت. لما إحنا بالذكاء الخارق ده وأمنيتي إنجي عندنا في البيت. ما دي نقطة القوة الوحيدة الموجودة في الموضوع. بس بالنسبة لك أنت أنا ممكن أتكلم عن الإفراج عنك بضمان محل إقامتك، لأن في شهود عليك إنك كنت في مكان تاني. لكن بالنسبة لمدام رانيا فده صعب. رانيا لا يمكن تكون قادرة تنجي. للأسف رغم عدم منطقية الأسباب إلا إن في حاجات كتيرة يا دكتور بتثبت عكس ده. أولاً وجود القتيلة في بيتها وطريقة قتلها. ثانياً اختفائها غير المبرر في التوقيت ده. ومحدش من الأمن شاف حد غريب دخل أو خرج من البيت وقت الحادثة. ثالثاً الباب اتفتح بمفتاح ومحدش معاه مفتاح للبيت إلا هي. الأهم من كل ده الدافع. لما ما بيكونش فيه أدلة واضحة المباحث بتدور عن الدافع، وأنا أعتقد في الحالة دي إن الدافع موجود وحاضر بقوة. كونها ضريتها واللي باين إن هي استولت على البيت بالشكل ده، ده أهم دافع عند مدام رانيا إنها تقتل إنجي. لما حست إن هي جاية تهد كل حاجة على دماغها. معقول؟ معقول رانيا تكون عملت كده؟ ده مش كلامي، ده كلام التحقيقات وتحريات المباحث. وبعدين النيابة ما بتتعاملش بالنية، النيابة بتتعامل بالأوراق والدلائل. وعلى فكرة في دوافع كتيرة موجودة عندك وبنفس القوة، بس في حاجات أمامها بتلغي تورطك في القضية بطريق مباشر. وبعدين مدام رانيا بقت بتلوش في أي حد، ومن الواضح كده إنها مش عارفة تمسك أعصابها. بتلوش إزاي؟ متهمة واحدة صاحبة إنجي، الدكتورة رحمة حليم جارتكم، بتقول إنها ممكن يبقى معاها نسخة من مفتاح الشقة، وممكن تكون هي اللي قتلتها. وده كلام ممكن يضيع وقت ومش هيفيد بحاجة، لأن واحدة زي الدكتورة رحمة حليم دي ما عندهاش أي دافع إنها تقتل إنجي. رحمة تقتل إنجي ليه؟ وتقتلها كمان في بيتنا؟ ليه رحمة تعرف بيتنا أساساً؟ أهلاً باشا. ها يا فريد، جبت الزبونة؟ حصل يا فندم، وهي قاعدة مستنية بره. أدخلها؟ جرى يا فريد، أنت جديد ولا إيه؟ هتخيب؟ سيبها تستوي شوية، عايزها لما تدخل تقعد قدامي تبقى مفرفرة وما فيهاش حل المناهدة. تمام. خدت التليفون بتاعها؟ حصل يا باشا. دي واحدة مشهورة وكانت مرشحة لمجلس الشعب، هتقعد بقى تقول لك مش عارف انت بتتكلم مع مين وانا عايز اعمل اتصالاتي وتقلب لنا دماغنا. تلاقش يا فندم، بس بصراحة يا من ساعة ما جت وهي قاعدة ساكتة تماما وما بتتكلمش، شكلها كده مش فاهم حاجة. نصبر عليها شوية، الست دي شكلها مش سهل وهتحتاج طريقة تانية في التعامل. ثواني يا عم، هما خمس دقايق هنروح منك فين؟ ما احنا واقفين اهو. هو ايه اللي بيحصل ده؟ انا عايزه افهم ليه هما فاهمين ان انا مخبيه انجي عندي؟ في ايه؟ عاوزين مننا ايه؟ خبيها ايه بس؟ لو انجي مسمومه في بيت رانيا. انجي اتقتلت؟ اتسمت؟ لا الحمد لله لحقوها، كان في محاوله قتلها بالسمه بس نقلوها في المستشفى في الوقت المناسب، لكن حالتها خطيره جدا. حالتها خطيره؟ لازم تطمني عليها يا دكتور هشام. معرفش التفاصيل، انا هنا من امبارح ولسه مش فاهم. اللي اعرفه ان هي في العنايه مركزه وحالتها خطيره واحتمال النجاة منها ضعيف جدا. ايه بس احنا بنعمل ايه هنا؟ احنا لازم نبقى جنبها في المستشفى. احنا هنا عشان عكرني. مالها رن؟ متهمنا ان هي اللي حاولت تقتل انجي، بتقول ان ليك علاقه بالموضوع ده. انا ليا علاقه؟ ازاي يعني؟ قالت لهم ممكن يكون معاكي مفتاح للشقه عشان كده جابوكي هنا. مفتاح ايه وشقه ايه؟ مفتاح شقه رانيا. انا معرفش عنوان رانيا. اتفضل معايا يا استاذ، ما ينفعش واقفه هنا، دي مش زياره. اكيد الموضوع فيه حاجه غلط، كله غلط في غلط من الاول. ربنا يستر.
يا سميدو الدنيا اتقلبت ولا ايه؟ يا باشا البوليس جه قبض على مدام رحمه امبارح بالليل. نعم يا اخويا. وقبض على رحمه ليه؟ معرفش حضرتك يعني اكيد الموضوع له علاقه بقصه مدام انجي. انجي؟ طب هم قبضوا على رحمه بس ولا قبضوا على كل اللي تعرفهم انجي؟ لا خدوا مدام رحمه بس لوحدها. طيب يا اخويا ربنا يوصلها بالخير. وبعدين معاكي بقى هنفضل قاعدين كده لغايه ما اختك تظهر وانا مش عارفه ايه اللي بيحصل؟ هي لا ظهرت ولا اتكلمت، شكلها في غرقه ما يعلم بيها الا ربنا. ولا كلم الدكتور ونرجع المصحه. انا عارفه ان انتي ما بتحبيش الدكتور ولا عايزه ترجعي المصحه. صفاء بقول لك انا عند مدام ما هنا ومفيش حد غيري انا وهي، والمفروض ان انا اكلم دكتور علي عشان يتصرف بس ما عملتش كده. لا كويس قوي انك ما قلتيش للدكتور علي. لا طبعا اوعي تقولي له، لكن يجيبها المصحه من بكره الصبح. من بكره ايه؟ من النهارده. وانا وانت عارفين الليله اللي بتعمل على الغلبانه دي. ليله يا بنتي بس ما بلاش افترا، مش يمكن يكون هو الدواء ده علاجها وهي اللي حالتها عامله كده؟ لو ما كانش في حاجه غلط بتحصل ما كانوش عملوا كده في الدكتور قوي. لا بقول لك انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا مش ناقصه اشيل مصايب. وبعدين الست اللي اسمها رحمه دي شكلها نبهه ازرق وممكن توديني في داهيه. حرام عليك انت مش فاكره الدكتور امجد قال ايه؟ كل اللي محتاجاه يوقفوا عنها جرعه الزفت اللي بدوها لها دي. يا ستي وانا مالي، انا عبد المأمور. عبد المأمور ايه يا شيخه؟ حرام عليكي، دي فرصه كويسه اللي اسمها رحمه دي مش موجوده وان الدكتور مش عارف. اسمعي بس انا هكلم الدكتور امجد. لا بلاش امجد، احنا كده يبقى بنقف في وش المصحه رسمي. بس ما تبقيش جبانة، هو بس هيقول لك تعملي ايه بجرعة الدواء. انت مالك وطيتي صوتك كده ليه؟ موطية صوتي عشان ابن الحرام ده لسه معدي، وانت عارفة نشر جواسيسه في كل حتة. طب يلا سلام. معلش بالشفا ان شاء الله. ايوه دكتورة رحمة، ايه رأيك في الكلام اللي رانيا قالته؟ كلام فاضي يا فندم. يعني حضرتك بتنكري انك اشتريتي كالون لبيتها؟ يعني اللي اسمها رانيا دي عيله صغيره عشان تاخد كالون لبيتها من ست ما تعرفهاش؟ طيب يا دكتوره انت تعرفتي على رانيا ازاي؟ بالصدفه عند الدكتور هشام في الكومباوند، وعرفت ان هو متجوزها على انجي في السر، وعرفت انها حامل منه، ثابت عليا قلت اساعدها. تساعديها مع انها غريمه صاحبتك؟ مش غريبه دي شويه؟ انا في علاقاتي بحب افصل بين اعتباراتي الشخصيه والصح والغلط. ليه واحدة ممكن تكون متجوزة وحامل تتحرم من حقوق؟ بس في ناس بتحب تعض الإيد اللي بتتمدلها. من ساعة ما جت سكنت معانا وهشام جابها عندنا في الكومباوند وهي بتحاول تتقرب لي وبتحاول تتقرب لكل أصحاب إنجي، بتتكلم على إنجي بكل غل وكل كراهية. هي عايزة تاخد كل حاجة من إنجي، جوزها بيتها، عايزة تاخد كل حاجة. طيب يا دكتورة أنت شفت إنجي من بعد ما هربت؟ الحقيقة لا، لكن دكتور هشام قال لي ان هي حاولت تجيلي بعد لما راحت واتخانقت مع رانيا في البيت عنده، بس انا ما كنتش موجودة. ويا ريتني كنت موجودة. كنت فين ساعتها؟ زي ما سيادتك عارف انا عندي حالات وفاة، بحب انزل في بيت ماما اقعد هناك احزن هناك لوحدي. في حد شافك هناك يشهد بالكلام ده؟ احتمال يكون في البواب، المكواجي، الجيران، ممكن تسألهم. ماشي يا دكتورة، احنا للأسف هنضطر نحجزك لحد ما تتعرضي على النيابة انتي ورانيا. تحجزني ليه؟ دي واحدة ست بتتبلى عليا. موضوع انها بتتبلى عليه كده النيابة هي اللي هتقرره مش احنا. ايوه بس انا كنت مرشحة عضو مجلس شعب، يعني هترميني في الحجز مع المجرمين؟ ارجوك يا دكتورة هادي، انا ما بعملش كده بمزاجي، ده قانون. احنا هنضطر نحجزك معانا لحد ما تتعرضي على النيابة انت ورانيا، والنيابة هي اللي هتحدد كل حاجة.
كل واحدة مننا لازم تاخد بعد كده بالها لما تتعامل مع حد ما تعرفوش. أنا ما قلتلهمش يقبضوا عليكي، هم سألوني في حد تاني معاه نسخة من مفتاح الشقة، قلت لهم ممكن تكون أنتي. وأنا يبقى عندي نسخة ليه؟ أختي أعرفك منين أصلاً؟ إيه العلاقة اللي بيني وبينك عشان تديني مفتاح الشقة؟ الكالون يا رحمة، الكالون الجديد اللي أنتي جبتهولي، مش ممكن يكون معاكي نسخة منه؟ كالون إيه ونسخة إيه؟ أنتي الوسيمة مخلياكي تخرفي تقولي أي كلام فارغ؟ كالون الباب، كالون الباب لما قلتيلي غيريه علشان تضغطي على هشام وما يعرفش يدخل. تصدقي بالله أنا مش هقول لك غير كلمة واحدة. حسبي الله ونعم الوكيل. يا رحمة بقول لك اسمي الدكتورة رحمة. أنتي دلوقتي بتنكري علشان مش عايزة تخشي في المصيبة دي مش كده؟ طيب خلاص، بس بيني وبينك أنتي جبتيلي الكالون. وأنا غلطانة، أنا غلطانة إن أنا بحل مشاكل الناس وأتعامل مع الناس وبحاول أكون ظريفة مع الناس. ما هو الواحد ما بيتعلمش ببلاش. رحمة ما تجننيش. بقول لك إيه؟ هي الغلطة غلطتي إن أنا ساعدتك وبقفت جنبك، كمان عايزة تلبسيني مصيبة أكل، أكل مين؟ واحدة صاحبتي؟ أنتي؟ ليه؟ هو أنا اللي كنت دوريتها ولا أنتي؟ أيوه أنتي اللي اديتيني كالون الشقة، أقسم بالله العظيم أنا اللي اديتيني كالون الشقة، لو ما كنتيش أجرتي ما كنتش شكيت فيكي. أيوه لو كنت قلتي عادي إن أنتي جبتيلي الكالون عمري ما كنت هشك فيكي، لكن أنتي اللي قتلتيها وعايزة تلبسيها لي. عايزة أقول لك حاجة، أنا مش هستحملك كتير يا حلو. أنتي اللي قتلتيها يا رحمة، مفيش حد غيرك، أنا اللي غلطانة. أنا اللي سمعت كلامك ومشيت وراكي وأنا معرفكيش. أنتي اللي قتلتيها ومفيش حد غيرك قتلها. أوعي يا بنتي، أوعي يا بنتي من وشك. أنتي اللي قتلتيها. يا حبيبتي يا صاحبتي، يا حبيبتي يا صاحبتي. شايفين الواد هزم عليا إزاي؟ إيه يا ست بنتي؟ أنا عايز أكلم حضرتك صاحبتي. عامل إيه يا سلام؟ اخوكي من امبارح مش على بعضه كده وقايم زي ما يكون عليه 100 عفريت. بقول لك ايه، انت مش هتشيل عز من دماغك بقى؟ شفتي؟ يبقى اكيد في حاجه. هو انت مش كنت بتزن على الفلوس والشركه وخدتهم؟ عايز ايه بقى؟ حق عليا اللي بسال. بس على رايك انا مالي، انا كده زي الفل. خليه هو بقى ملهي في النقر اللي عمال بيغرس فيها وانا مركز في شغلي، هو ده الصح. تصدق بالله انك ناقص، مستني الفرصة اللي تنط فيها على عز. وشكلها قربت يا بت. انا اصلي احساسي ما يخيبش ابدا. اخوكي اصله داخل على حوار كده مش هيعرف يطلع منه ابدا. ده انا مخمن حاجات في دماغي. بس قولي لي، هو الحوار اللي بينه وبين البت اللي كانت مخطوفة دي صح؟ تلاتة بالله العظيم اني ما بطلت. لا طلع عليك جناني، الجنان بقى اللي عمرك ما شفته قبل كده. طب عليا الطلاق بالتلاتة، ما انا جايب سيرة عز تاني ولا اي حاجة تخصه، تمام كده يا اختي؟ اما نشوف. يعني ايه ما بيردش؟ هتلاقيه في المكتب في المحكمة. روح للمكتب يا سيدي، ولو ما لقيتوش اطلع المحكمة استنى لغاية ما يخرج. ايوه تاخده وتطلع على اسم المحجوزة في رحمة، وخليه يكلمني قبل ما يوصل، عايز اتفق معاه على شوية حاجات. يلا يا اخوي سلام. عز باشا حكالي عن المواضيع اللي بينكم وقال لي انك مش هتثقي فيا بسهوله، بس اعتقد انت عارفه اسمي وسمعتي وعارفه انا شغلي ازاي في اي قضيه مهما كان حجم الجريمه فيها ومهما كان موقف موكلي منها، حتى لو هو الجن. انا مش محتاج اتكلم عن نفسي كتير، واكيد حضرتك مستوعبه ده. ايه بس عز كان عنده قضيه واتحكم عليه في اكتر من سنه وانت ما عملتلوش حاجه؟ لا يا دكتوره، انا ما كنتش محامي بتاعه وقتها، والمكتب بتاعي ما بيقبلش القضايا اللي من النوع ده. أنا عرفت عز بيه بعد ما طلع من السجن واشتغلنا سوا، وأعتقد الموضوع المرة دي غير أي موضوع، والمبلغ اللي احنا بنتكلم فيه يدل إن هو حريص جدا إن كل حاجة تمشي مظبوطة بالنسبة ليكي وبالنسبة لي. طب ممكن تتصل بيه؟ عز. ايوه انا قاعده بتكلم مع الاستاذ فؤاد. رحمه زي دلوقتي مفيش وقت للعب، ها الموضوع دخل في الجد. وانا ايش ضمني
انك انت مش عايز تخرج منها وتلبسها لي عايز المره دي. يا رحمه عقلي عقلي، في واحده ست نايمه في المستشفى بين الحياه والموت، نخلص من الموضوع ده الاول وبعدين نبقى نصفي حساباتنا مع بعض. بكرر سؤالي، ايه اللي يضمن لي؟ مفيش ضمانات يا رحمه، وبراحتك خالص. الراجل اللي قدامك ده هو الوحيد اللي ممكن يخرجنا من المصيبه دي، وانت عارفاه كويس قوي، ومصر كلها عارفه هو بيشتغل ازاي. انت عارف ده معنى ايه؟ نحكي له كل حاجه. عارف يعني ايه كل حاجه يا عصام؟ يعني كل حاجه. فاهم يا رحمه، فاهم، ومفيش قدامك حل تاني. رحمين يا رحمه وارحمي نفسك، ونحل الموضوع ده ونخلص. سلام. مطلوب مني ايه دلوقتي؟ تحكي لي كل حاجه، كل حاجه وبصراحه يا دكتور، مهما كان، حتى لو انت اللي عملتي. ما تقلقيش، المكان هنا امان، مش حد بيسجل ولا حد يسجل. السود مرتين، رحمة تقتل مرتين. المرة الأولى بتاعت الدكتور ممكن نمشيها قلت بالخطأ، يعني خلاف على حاجة، عنف متبادل خلاها تعمل كده. تاني ما سبق الإصرار. ما تنساش إن اللي هي أخت مريضة نفسية، يعني ممكن هي كمان يبقى عندها اضطرابات نفسية. مجنونة أكيد، مش طبيعية. اللي تعمل كده لازم تكون مجنونة، بس بمنتهى الحرص والذكاء، ودايما سابقة بخطوة، وعارفة هي بتعمل ايه كويس. كفاية موضوع البصمات اللي في مكتب الدكتور، ولا الموبايلات اللي بتستخدمها باسم انجي، ولا حرصها وخوفها ان هي تدي أي معلومة ضدها في التليفون عشان خايفة يكون متراقب. أنا مش عايز أقول لك هي عملت فيها إيه لما رحت قابلتها. عملت إيه؟ فتشتني تفتيش مطارات، واتكلمت بصعوبة جدا، لولا إن هي عارفة اسمي وسمعتي وعارفاني كويس، ما كانتش نطقت بكلمة واحدة. المهم دلوقتي يا مترو، وضعها القانوني ايه بالظبط؟ في قضية ان جي مفيش أي قلق، غير حاجة واحدة بس. لو ان جي فات، لو ان جي فات كل شغلنا هيتغير تماما. احنا كل ترتيبات ان ان جي ماتت ومش هتتكلم. لو اتكلمت تبقى مصيبة، وهي مش هينفع تخرج منها. هيبقى كل تركيزي عليك انت، ازاي خرجت منها. بس المعلومات اللي عندي ان انجي مش هتفوت، وان حالتها خطيره جدا. طب بالنسبه للست اللي اسمها رانيا دي، اللي شهدت عليها انها خدت مفتاح انجي، ايه موضوعها بالظبط؟ كلامها مرسل، ان هي عمرها ما هتخبي. كل ده علشان خاطر سيدي، ما اختها اتكلمت فيه عنها. لا وكمان ما خدتش السي دي بعد ما قتلت الراجل. يعني حقيقي السي دي كانت هتقول ايه مها، يعني ما هي مجنونه. حتى دي ما سابتهاش، فضلت ورا السي دي لحد ما عرفت مكانه فين، وخدته واتخلصت منه، وما كانش حد فرغ، رغم انه في المعمل الجنائي بقاله فتره، بس ما حدش مهتم بكلام مرضى نفسيين. بعدين بقى مش وقته الكلام ده، في خطوات لازم تتعمل بسرعه، وفلوس لازم تدفع للناس. أنا مش قادرة أصدق إن في حد بالبشاعة دي. أنا كنت حاسة أطول الوقت إن الست دي وراها مصيبة كبيرة، بس مش بالمنظر ده خالص. طب هي إزاي الست دي متسابة كده؟ دي دكتورة تنمية بشرية. لو إيه، أنا زمان كنت مصدقاها وبعمل شير لأي حاجة بتنزلها على فيسبوك. سبحان الله. طب كملي كده. هي سبب، هي سبب في كل اللي إحنا فيه، كل حاجة. يعني غير اللي انا حكيته لك، كل الكلام اللي قبل كده فيه كمان، ان احنا انا حكيت لك ايام لما طلعنا ساحل مع بعض، ما حكيت لكش. هما شهرين، هما شهرين بس جت معانا الساحل، شهرين بس عرفت تدمر علاقتي بعلي. رحمه الجميله اللذيذه الرقيقه دمرتني ودمرت علي، عرفت تخلي علي يفتكر ان لسه على العلاقه بعيسى. خطيبك الاولاني جابته معاها الساحل ازاي؟ مش عارفه.
متفقين، اتقابلوا صدفة. ازاي عرفت تخلي علي يفتكر ان انا لسه على علاقة بعيسى؟ ازاي سيطرت على علي كده وعلى دماغه؟ ازاي؟ لو انا واحدة بصدق في السحر كنت قلت اكيد عاملة له عمل. بعد كده انا فهمت هي بتعمل ايه بالظبط. رحمة عشان بقالها كتير قوي بتتعالج بقت خبيرة في الأدوية. كدبة هي بتقولها كل حاجة. فضلت وراه بتكذب وتخلق قصص عني لغاية ما اتغير تماما من ناحيتي. بص عملت ايه؟ صورة فرح قصت وشه وقالت له هي مها اللي عاملة كده، مها اللي عملت الصورة كده. صدق كل حاجة عشان علي يفتكر ان انا لسه على علاقة بعيسى، ان انا بخونه مع عيسى. ما كنتش بخونه، هي اللي قتلته، هي اللي دمرته ودمرتني معاه. هي مسكينة مهدي قوي، بس هما ازاي سايبينها لوحدها كده في البيت؟ بالعكس دي ممكن تبقى حاجة كويسة. دكتور امجد قال لي ان دي ممكن تبقى فرصة عشان مها تفوق وتتكلم. عارفه لو رحمه دي اتحجزت 3 4 ايام حاجات كتير قوي ممكن تفرق مع بها. مش طبيعيه بجد البني ادمه دي، يعني فعلا هي كانت عايزه تدمر اختها عن قصد وبتقول لهم يدوا لها الادويه عشان تبقى كده. الدكتور قال لي ان دي حاجه اسمها تبقى متجبسه، جرعه كده من دواء كان قال لي عليه بس مش فاكره اسمه. بس هو طمني النهارده، قال لي ان هم ابتدوا يدوها دواء بيعمل مفعول مضاد للدواء الاولاني، فالمفروض بقى انها تبتدي تحس وتفوق وتتكلم. ممكن تقولنا على فكرة حاجة ما كناش نعرفها بما ان هي حلقة الوصل الوحيدة ما بين رحمة وجلال؟ طب وتفتكري ده هيوصلنا لإيه؟ مش عارفة، بس على الأقل هننقذ المسكينة دي. بصي انا من ناحيتي هتابع موضوع الدكتور معاها، وانتي بقى تعبسي كده في ورق جلال. ورق جلال ازاي؟ أكيد في حاجة قوية ما بين رحمة وجلال بخصوص السي ده، مش عارفة بقى، يعني ممكن تكلمي صحابه زمايله، أكيد في حد ممكن تسأليه، خصوصا إن السي ده مش دليل على حاجة، وكان أصلا في النيابة. أنا خايفة نكون ماشيين ورا أوهام. ممكن تكون ست بشعة بس مش شرط يكون ليها علاقة بقتل جلال. ممكن بس تكون خايفة إن حد يعرف حاجة عن بشاعتها دي. هنخسر إيه يعني؟ وقتنا هيضيع مثلا؟ مش مهم. انا بصراحه الموضوع ده بقى بالنسبه لي حاجه كده شبه الطار. من الاخر بقى رحمه هي سبب في كل اللي حصل ما بيني وما بين سامر. مش بقول طبعا انه مش غلطان، لكن لولا دخول رحمه حياتنا ما كانش سامر وصل لكل ده من غير ما يقول لي. شهر. انت جبتي كلوني شقه رانيا؟ لا طبعا. اصل رانيا بتقول ان انت جبتي كلوني شقتها، مش بس كده انت معاكي نسخه من المفتاح. كدابه يا فندم،
يجيب لها جالون ليه واخد نسخه من المفتاح ليه؟ انت رحتي شقه ثانيه قبل كده؟ ما اعرفش عنوانها. طب هي ليه هتقول كده؟ يا فندم تقدر تسالها عليا. هي متهمه بجريمه قتل، عايزه ترمي التهم على اي حد. ده طلب اخلاصي من وكيلتي، ده محل اقامتها، وده العدم ثبوت اي ادله تستدعي الحجز عليها. للاسف يا استاذ فؤاد الدكتور احنا مش هينفع تاخد النهارده. ليه يا فندم؟ استاذ فؤاد انت سجل عارفينه، عندي متهمه بجريمه قتل تتهم الدكتوره رحمه ان هي اللي عملت كده. فلازم على الاقل نتاكد ان الدكتوره ما كانتش موجوده في مسرح الجريمه في اليوم ده. يعني ايه؟ يعني ايه اجراءات؟ هتقعد يومين ثلاثه ياخدوا بصماتك، طبقوها بالبصمات الموجوده في مسرح الجريمه. ما تقلقش. ما هو اكيد انجي ما راحتش لرانيا واتخانقوا وفي وسط الخناقه متسماها. لا طبعا، يعني ايه؟ هتكون خدتها من ايديها وراحت بيها البيت وفي وسط الخناقه قالت لها استني لما نعمل اتنين قهوه وحطت لها سم في قهوتها؟ صعب طبعا. وبعدين اللي بيقتل بالسم ده بيبقى قاتل بقصد ومع سبق الاصرار، مش بيجي كده في وسط خناقه. وما تنساش موضوع الدليفري وانه لما وصل ليه الباب مفتوح، الموضوع ده مترتب له. يبقى زي ما حضرتك بتقول، الحل هو اننا نرجع لقضيه كلال العوضي. المتهم اللي كنا بندور عليه هناك هو نفس المتهم اللي ندور عليه هنا، او على الاقل في علاقه بينهم. ما احنا لو عرفنا نربط ما بين قتل الدكتور جلال العوضي من ناحيه وهشام وانجي ورانيا من ناحيه تانية، الاجابه هتقرب. بس في تفصيله مهمه في القضيه الاولانيه ممكن تساعدنا ان احنا نحل جزء من اللغز ده. اللي هي ايه؟ بياع الخطوط. هو قال ان في واحده ست غير انجي هي اللي راحت اشترت الخطوط باسمها وببطاقتها قدامنا اوصافها. دلوقتي احنا عندنا اتنين ستات، واحده درة انجي والتانيه صاحبتها. ابعت جيبه. انت مفيش محامي هيحضر معاكي التحقيق يا مدام واني؟ المفروض معايا بس معرفش ما جاش ليه. تمام، افتح يا ابني التحقيق. ايه اللي يخليكي متأكدة إن رحمة حليم معاها نسخة من مفتاح شقتها؟ لأن هي اللي جابت لي الكالون، واللي أكد لي إن هو ورا موضوع إنجي كتبها وإنكرها إن هي اللي اشترت لي كالون الشقة. طب وهي هتكدب ليه في حاجة زي كده؟ علشان أكيد هي اللي قتلت إنجي. طب وهي تقتل إنجي ليه؟ إيه الدافع لكده يعني؟ معرفش، أكيد كان في حاجة بينهم أنا معرفهاش. وبعدين هي وقفت جنبي وساعدتني لما عرفت إن أنا مراتي هشام في السر. يعني أكيد كانت بتكره إنجي. كان في بينهم حاجة. بس ايه انا معرفش. كنتوا فين لما اديت الكالون الشقه؟ عندي في البيت. حد شافها؟ معرفش. كانت بتتردد عليك كتير في البيت؟ يعني كم مره كده. ومحدش شافها ولا مره؟ معرفش. ما تقلقيش يا مها، كل حاجه هتبقى تمام. يا دكتور امجد ما ينفعش كده، الله يخليك. الست دي لو جت في اي لحظه هتوديني في داهيه. ما انت شايفه يا بنتي ان في تحسن من يوم واحد كمان. مها انت سامعاني؟ مها اهو شفتي؟ اه يا دكتور كويس قوي، بس ارجوك اتفضل دلوقتي، ده ما كانش اتفقنا. ما تبقيش جبانه بقى يا دكتور. ما انت مش مضرور في حاجه، انت خلاص اتضريت، انما انا مش عايزه مشاكل. انا كنت بس عايزه اطمن هي ماشيه على الجرعات المظبوطه ولا لا. لا اطمن وخليك انت بعيد زي ما اتفقنا، وانا اول باول هتبعت بالتليفون وهمشي على الجرعات زي ما انت قلت لي بالظبط. ما تنسيش الانتي باركنسونز، من غيره جرعات الانتي سايكوتكس مش هتعمل حاجه. اطمن يا دكتور، هعمل زي ما حضرتك قلت لي بالظبط. هي الست دي من ساعه ما اتقبض عليها ما بعتتش اي حد يشوف هيعمل ايه مع اختها ولا اي حاجه، كانها نسيت. كويس قوي. مها لو فضلت على الجرعات الجديده دي اسبوع واحد بس حالتها هتتحسن كتير ان شاء الله باذن الله يا دكتور. ما تقلقش، بس يلا انت دلوقتي بس اتفضل حضرتك وما تقلقش خالص، وانا هقول لك كل حاجه بالتليفون. طيب مع السلامه. مع السلامه. اشتريت منك الخطوط. حاضر يا باشا، تحت امرك. تحمد ربنا ان الباشا سابك تروح المره اللي فاتت. متشكرين يا باشا. دخلهم يا حسن. تمام يا باشا. خش انت وهي. We'll be right back.
هي اللي جت اشترت منك الخطوط؟ ايوه يا باشا. مين فيهم؟ دي. هي مين اللي دي؟ انا عمري شفتك قبل كده؟ وخطوط ايه؟ انا معرفش حاجة، معرفش حاجة عن الكلام ده. انت اللي جيت اشتريتي مني الخطوط، وديتيني صورة بطاقة بتاعت واحدة صاحبتك، بس كنت مغيرة شكلك شوية، وكنت لابسة حجاب. انما الست دي انا عارفها، وبشوفها في التلفزيون. انت متأكد يالا ان هي دي؟ ايوه يا باشا، انا لما شفتها اتأكدت. والله العظيم ده كذاب، والله العظيم كذاب بيكذب. انت عمرك شفتني قبل كده؟ شفتني قبل كده؟ مالكش فاكر نفسك فين؟ انا قلت اللي انا شفته. ولا كلمه، بطلي شويتين دول وخلينا نعرف نشوف شغلنا. حسني خدهم على الحجز. ارجع معاها الحجز ازاي يا فندم؟ ما هو كل حاجه باينه اهي زي الشمس. يا دكتوره حضرتك هنا بامر من النيابه، ومش هينفع تخرجي من هنا غير بامر من النيابه برضه. هي مين اللي تخرج؟ المصايب كلها جايه من وراها، وتلاقي متفق معاها وتفعاله. انا ما اعرفش حاجه. هي الشمس على الحجز. ادي انتوا هيك في ايه؟ عسكري. انا ما انزلش معاها الحجز. تمام يا باشا، خد دي رجعها الحجز. وقعد الدكتوره في الاستيفا لحد ما نعرضها على النيابه مره تانية. يلا اتفضل. امال ايه بقى اللي اطول منها شويه وشها رفيع؟ دي وشها رفيع؟ اهم حاجه تكون متاكد من الواد بتاع الموبايلات انه مش هيغير شهادته ولا يعترف. لا لا لا، من حد اطمن. ده واد ما بيعملش عينه غير التراب، واخد فلوس قد كده. ده غير بقى انه شايف عين حمرا على اهل بيته، يعني حتى لو ضغطوا عليه مش هيتكلم. تمام، احنا في السليم قوي. اكبر خطرين كان الواد بتاع الموبايلات وانجل اللي قاعده في المستشفى دي. كده رحمه لحد دلوقتي ما عليهاش اي حاجه تانية. الحمد لله. طب والست اللي اسمها رنا دي هيحصل فيها ايه؟ السؤال الغريب ده عايز ايه؟ ما هنعمل ايه؟ هتشيل طبعا. لا حول ولا قوه الا بالله. كده هتشيل قضيتين يا متر. دي لو لبستهم هتروح في داهيه. هقدم على الانسينات دي يا عزيزي واحتفل. وبعدين ما تنساش لما الموضوع يبعد عن الرحمه هيبعد عندك مصيبه خطف انجي انت كمان. طب هي ما خرجتش ليه؟ ايه اللي معاده في الحجز لحد دلوقتي؟ ما تقلقش هتخرج، بس تطلع على نتيجة المعمل الجنائي ويأكد ان بصماتها غير مطابقة للبصمات الموجودة في مصر على الجريمة. ايوه يعني انت بالظبط يا متر؟ في اليوم الرابع ان شاء الله، ومش هيتم التجديد ليها. وانا حضرت لها مذكرة هقدمها لوكيل نيابة بعد بكرة في الجلسة. المهم بس تكون حضرت لي بقية اتعب. جاهز يا متر. هعمل لك تحويل ببيع المبلغ ان شاء الله. لا 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 بلاش تحويل. حد يكون بينكش ورانا ولا حاجة يقول عزي بيحول لفؤاد المبلغ ده في الوقت ده ليه؟ كاش. هو كده قضية انجي الأولى أخدت سكة جديدة، كأننا بنبدأ من الصفر. بعد شهادة الواد ده الحكاية كلها بقت عند اللي اسمها راني، بس أنا حاسس إنه في حاجة غلط في السكة دي. ده غير إن في سؤال أهم من كل ده أساسا، اللي هو مين اللي هرب انجي؟ انجي اللي قدامنا دي بشخصيتها والظروف اللي هي فيها لا يمكن تكون هي اللي رتبت حاجة زي كده لنفسها. ده حقيقي. وكمان رانيا، يعني دي لو كانت بالذكاء اللي خليها تهرب انجي عشان تلبسها التهمه كانتش هتسميها في بيتها. دي في النهايه حته بنت ممرضه خطفت راجل من مراته، ما عندهاش القدره ان هي تنفذ عمليه هروب زي دي الا بقى لو على اتصال باللي يعرف يعمل كده. ده واحد عارف وفاهم هو بيعمل ايه بالظبط. الحكايه دي كلها على بعضها فيها حاجه غلط يا فريد. يعني كده انا هقدر اتحرك عادي ولا هتراقب بقى والجو ده؟ يا دكتور انت واخد اخلاء سبيل بضمان وظيفتك، لكن لسه على ذمه التحقيق. مش معنى كده ان الموضوع انتهى، يعني لازم تتوقع حاجات زي دي. دكتور هشام. دكتور رحمه. ما ده مش ينفع كده تجيب لنا الكلام. خمس دقايق دفعه، روق خمس دقايق. ايه الاخبار؟ طمني. اخبار ايه بس؟ اخبار الموقف المهبب اللي احنا فيه. المشكله دلوقتي في رانيا. معلش انا عارف موقفك منها طبعا. انت مجنون تتهمني انا بقتل انجي؟ انا برضو في حاجه غلط. الموضوع كله على بعضه من اوله. في ساعة ما هم قبضوا على انجي وفي حاجة مش مظبوطة. بس المهم دلوقتي انجي. انت عارف انا طول الوقت بفكر فيها رغم اللي انا فيه ده.
انا بس عايزاك تطمني عليها، هتبقى كويسه ان شاء الله؟ ان شاء الله خير، وهطمنك. انا رايح لها دلوقتي. طمني عليها. حاضر، على اذنك. اقعد يا مريم. لو الوضع فضل زي ما هو ومدام انجي ما فاقتش وقالت ايه اللي حصل ومين اللي عمل كده، للاسف موقف مدام رانيا هيبقى صعب جدا. المشكله ان الموضوع بدا يتطور وممكن فعلا تكون متهمه بجريمتين قتل. كل ده عشان شهاده من واحد بياع؟ ايه اللفه دي كلها وعلاقه القضيه الاولى بالثانيه؟ يا دكتور ده مش مجرد بياع، ده شاهد اثبات، وفي القانون شاهد الاثبات اقوى بكتير من شاهد النفي. يعني ايه؟ يعني لو جبنا 10 شهود بينفوا قتل رانيا للدكتور وانجي، وظهر شاهد واحد بس قال ان هي اللي اشترت الخطوط وليها علاقه سواء من قريب او من بعيد بالقضيتين دول، ساعتها النيابه والمحكمه هياخدوا بشهادته هو بس، مش بشهاده العشر التانيين. الواد ده كذاب. انا حاسس ان في حد قال الواد ده يقول كده. وارد يا دكتور، وارد ان في حد بيحرك الموضوع من بعيد ومتابع واحنا ما نعرفوش. بس خليني اقول لك على حاجه بقى، وجود محامي زي فؤاد الفرماوي ده مع الطرف الثاني مش مريحني. رحمه كشخصيه عامه من الطبيعي انها تتعامل مع النوع ده، بس هي مش محتاجه كل ده عشان تطلع منها. انا مش عارف ايه اللي دخلها في الموضوع اساسا. يا دكتور حتى لو، انا بكلمك عن قلقي من وجود فؤاد ده في القضيه، الدنيا كلها عارفه شغله ازاي. احنا في رانيا مش في فؤاد دلوقتي. معقوله مفيش حل يعني؟ هقرا ملف القضيه تاني، وهحاول ادور فيه على اي حاجه نخرج بيها مدام رانيا، او على الاقل نخفف الحكم عليها. وحاول تخليها تبات في اوضه المأمور. رانيا حامل وما تقدرش تقعد في الحجز الفتره دي كلها. بالرغم انه صعب جدا في اليومين دول بالذات، خاصه بعد اللي عملته في رحمه وان رحمه لسه هناك، بس هحاول يا دكتور عشان موضوع حملها ده. وحاول تتصرف وتخليني اشوفها النهارده. دي سهله يا دكتور، هكلم لك حد في القسم وخليك تروح تقابلها. هشام. ازيك يا حبيبتي؟ انت ازاي سايبني هنا؟ تعالي بس يا ماما. فين المحامي؟ فين المحامي؟ انا هنا بعمل ايه؟ انا ما قتلتش حد، انا بريئه. اهدي بس يا رانيا. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي وانا عارفه الحقيقه وبقولها لكم محدش فيكم صدقني؟ هتقولي رحمه؟ والله العظيم هي رحمه، رحمه هي اللي قتلت انجي وحطيتها عندي في الشقه علشان تلبسها لي، وطالما هي بتعمل كده يبقى ممكن تكون هي اللي قتلت الدكتور ده. ايوه هي اللي قتلته، هي اللي قتلته ولبستها لانجي. انا طول ما انا قاعده في الحجز دماغي عماله تودي وتجيب. الست دي مش سهله يا هشام، رحمه عملت معايا نفس اللي عملته مع انجي. هو ايه الدافع عندها؟ ايه الدليل؟ يا رانيا الكلام اللي انت بتقوليه ده هيصعب موقفك اكتر في القضيه. والله هي حتى لو ما فيش دليل، انتوا ما تعرفوش الست دي، انا بس اللي عارفاها، انا اللي قربت بيها ووثقت فيها وسلمت لها كل حاجه. بس انت ضرت انجي من مصلحتك انها ما تبقاش موجوده، وانت اللي الراجل بتاع التليفونات شاهد عليكي. عايزه النيابه ترمي كل ده وتصدق التخيلات اللي عندك انت؟ انا بكره انجي، اه بكرهها، وكنت عايزاها تغور من حياتنا، كنت عايزه ابقى انا بس اللي مراتك في العلن، انا بس اللي ابقى في الفيلا. لكن قالت لي لا، ولا حتى اتمنى لها انها تموت ولا حتى تتأذي. ممكن اتمنى لها انها تتأذي تخش السجن عشان تبعد، لكن تموت ازاي؟ ازاي يا هشام؟ ده انت عارفني مش انا. ادور ورا رحمه، خلي المحامي بتاعك يدور وراها. هي هي والله العظيم هي. لا تمام يا دكتور امجد، يعني بدأت تتمشى كويس وتحرك ايديها ورجليها، بدأت تفك. لا خالص انا سايباها خالص، بس مراقباها من بعيد ما تقلقش. لا والله متجاوبه كويس، بس لسه ما اتكلمتش، بس بحس ان هي عاوزه تتكلم. لا حضرتك ما تقلقش، انا ماشيه على الجرعات اللي انت كاتبها لي بالملي. اه لا 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 حضرتك ما تقلقش، حضرتك ما تقلقش. Thank you.
ناس يا مخدوعين يا ناس يا مخدوعين بضحكة في العينين حسبي وشوش وحوش بيبانوا طيبين وياك حسن نية دول دمية مية تاريخ الإنسانية مليان حسن وماسي هتلاقي حياتي شايف ونور لكن ينايف وما ما شفته طيب قوة شرير وقاسي تحب عيون تخون كذابة ما تسوي وياك وحسن نية دول دمية مية تاريخ الإنسانية مليان حسن ومآسي هتلاقي حياتي شايف ونور خلاص ده الخير ميصير ويوم بيداوي جرح الناس وياك وحسن نية دول تاريخ الإنسانية مليان حسن ومآسي هتلاقي حياتي شايف شفته طيب قوي.